طيب اللي المفروض اللي احنا هنعمله ده هو حاجه اسمها الاوتوماتيك ديلينيشن. الديلينيشن هو تحديد حدود الووتر شيدز او الكاتشمنتس او الدرينج بيزنز ايا كان اسمها ايه، يعني كلها بترمز للمستجمعات الامطار يعني او الاوديه المهاجمه. واللي احنا هنعمله ده هو اسمه الاوتوماتيك ديلينيشن. ده جزء من البروسيس بتاعه الديلينيشن كلها اللي بنوصل فيها لاشكال مستجمعات الامطار الحقيقيه اللي بتهاجم منطقه الدراسه. تمام. طيب ليه اسمه اوتوماتيك؟ لان هو عباره عن شويه كليكات، هي حاجه بسيطه جدا ممكن حتى يتعملها اوتوميشن تبقى كليك واحده، وهي عباره عن شويه كليكات عباره عن كودز والجوريزمز بيتعملها اكسكيوشن او تفعيل او بنشغلها من خلال اي جيوغرافيك انفورميشن سيستم. الجيوغرافيك انفورميشن سيستم ده اللي هو بيربط المعلومات بالجيوغرافي ذات نفسها، يعني كل حاجه على الارض ليها المعلومات الخاصه بيها غير الكاد. الاوتوكاد هو مثلا هو دروينج سوفت وير بيرسم بس، الاكسل هو ايه؟ هو داتا بيز سوفت وير، لكن ده الاثنين مع بعض جيوغرافيك انفورميشن سيستم، يعني الحاجه مكانها فين والمعلومات بتاعتها عباره عن ايه. مش هو ده بس اللي بيعمل الديلينيشن، اللي هو الارك ماب اللي هو في منه نسخ كتيره، من اول بقى الارك ماب 8 و9 و10.1 لحد 10.8، وبعد كده طلع بقى الارك برو، والارك برو بدا من 1 2 3 3.0.1 دلوقتي. وكمان قبل الارك ماب كان في حاجه اسمها الارك فيو، وهتلاقي الحاجات دي كلها كانت لايسنسد يعني لا مش فري، بتدفع فلوس وبتشتريها. قبلهم او في حاجات تانية غيرهم قصدي بتبقى فري، زي ايه؟ زي الكوانتم جي اي اس او الكيو جي اي اس اللي منكم استخدموه، في منكم اكيد استخدموه في بعض الكورسات. غير الكيو جي اي اس في حاجات تانية فري، في حاجات تانية فري، زي ايه؟ زي برضو سوفت وير فري اسمه ساجا، وزي سوفت وير فري اسمه جراس، وهم في الاخر كلهم يعني اختلفت السوفت ويرز والهدف واحد، ان احنا نعمل سبيشال اوبريشنز واناليسز على البيانات بتاعتنا ايا كان الشغل بتاعنا هو هيدرولوجي او غيره كمان. ماشي. فهو اوتوماتيك يعني هو عباره عن ان هو بيمسك البيانات اللي احنا بندخلها له اللي هي في حالتنا ديجيتال اليفيشن موديل او نماذج ارتفاعات رقميه، وبيقعد يعمل عليها شويه لوجيكال او لوجاريثميك اوبريشنز. تمام. وفي الاخر بيفهم فين الحدود او الديفايدرز بتاعه الاوديه، وفين بطون الاوديه ذات نفسها او اللي هي الستريم ذات نفسها. دي عمليه كلها اوتوميتد. ماشي. عشان هي اوتوميتد فلو انت من الكلام الكتير اللي انا بقوله ده عايز تحط حاجه تحفرها في دماغك كده، دي اقل حاجه بنثق فيها، يعني اقل حاجه ممكن نثق فيها في حياتنا واحنا كمهندسين لما نتخرج هي العمليه بتاعه الاوتوماتيك ديلينيشن دي، لانها ممكن تكون ديسيفنج. فلو فرضنا مثلا ان احنا عندنا اوديه في منطقه ما حصل لها بيفوركيشن، وهتسمع الكلمه دي بعض الاحيان كتير، بيفوركيشن دي اللي هي تشعبات، يعني الاوديه كانت ماشيه اتجمعت في نقطه عاده وبعد كده بتكمل في ستريم وبعد كده يدخل عليهم ستريم وهكذا، صح؟ ده كده عمال بيحصل كونفرجن، عماله بتجمع، صح؟ الستريمز بتصب في بعضها. لكن بعض الاحيان بيحصل بالذات في الاوبن فان او في المنطقه المفتوحه اللي بترمي على البحر بيحصل فيها بيفوركيشنز او تشعبات، وده عكس تجمعات الاوديه الصغيره او المسارات الصغيره في مسار كبير. فبتلاقي ان انت عندك عند نقطه ما بدا يحصل تشعبات، جزء من الفلو بيروح في حته، جزء بيروح في حته، جزء بيروح في حته. وهو اللوجيكال اللوجاريثميك اوبريشنز اللي احنا بنعملها دي بتطلع باث واحد بس، هو ده اللونجست فلو باث، او هو ده الدوميننت باث بتاع الميه، في حين ان ممكن في الحقيقه او على الارض ما يكونش هو ده المسار بتاع الميه. ده الميه اول ما بتوصل للنقطه دي بتتشعب بعرض مثلا 400 متر 500 متر، ويبقى شالو فلو، يبقى فلو شالو او شيت فلو، يبقى فلو موزع على ايه؟ على منطقه كبيره، ما هوش كونفايند زي ما بيكون الميه ماشيه في نارو كانيون. نقطه ثانيه، ممكن يكون في تو ستريمز بيتجمعوا ات سيمز ان هم بيرموا على بعض، بس في الحقيقه هم ما بيرموش على بعض، هم قريبين بس من بعض، وفي واحد بعد ما يقرب يدخل على التاني بيلف ويمشي في مسار تاني. فممكن انت الاوبريشنز اللي بتتعمل دي ما تشوفش الموضوع ده كويس، او يكون في مشكله في الاكيوريسي بتاعت الدم، فما يشوفش ان مسار الميه ده هيلف بطريقه معينه فيضمهم على بعض، فتلاقي في نقطه عندك كده فيها الكيو كبير قوي وكاتشمنت كبيره، ونقطه ما فيش كيو خالص، في حين ان لا ده هو في الحقيقه اصلا ده في وادي بيخبط هنا ووادي بيخبط هنا. تمام. واحنا ماشيين لما نيجي نبص على الحاجات ممكن نلاقي حاجات ظهرت معانا كده وممكن لا، بس اغلب الظن ان في المشروع بتاعنا اللي هو شرم الشيخ هنلاقي الكلام ده، لان المنطقه دي
بتيجي من الاوديه اللي في المنطقه الشماليه الغربيه وبترمي على شرم الشيخ اللي هي المنطقه الكوستال او الساحليه اللي هي المنطقه الجنوبيه الشرقيه. فبتلاقي ان المنطقه دي مفتوحه وغالبا ممكن يحصل ايه حاجه ميدي سي فيو يعني لو انت مش مركز. تمام, عشان كده ده اول حاجه اوتوماتيك اوبريشن. هنقعد بقى نشوف ازاي نعمل ونحل المشاكل او البجز في الكوماندز بالبرامج المختلفه. بس احنا عارفين ان الادق من كده بقى هو ايه, ان احنا محتاجين يكون معانا صور الاقمار الصناعيه المختلفه, صور مختلفه للاقمار الصناعيه, ونعرف هنجيبها ازاي. ممكن مثلا انت بتفتح البيز ماب بتاعت الارك جي اس او غيره, ممكن بتبص على كذا حاجه مختلفه زي الكيو جي اس. جميل قوي في النقطه دي, بيسمح لك انك تعمل لود لديفرنت ايمجري ريسورسز من اماكن مختلفه. في برنامج كويس انتوا اتعاملتوا معاه اسمه تيرا انكوجنيتا, ده كويس برضو بيجيب لك من مصادر مختلفه. في برنامج روسي تاني اسمه ساس بلانيت, ده برضو برنامج كويس تقدر تستعرض منه حاجات كتيره. في برنامج كويس اسمه يونيفرسال ماب داونلودر, بيجيب لك برضو من اماكن مختلفه, يمكن كان قديم شويه. في حاجات كتير قوي, تمام, بس keep in mind يا شباب, يعني حاجة برضو احفرها في دماغك وانت في المرحلة الاولى من التعليم. انت مهتم انك انت تكون بتعرف تعمل الكوماندز كويسة للبرامج وتدوس كليكات وتطلع نتائج وكده, بس احنا في الحقيقة احنا مش سواقين برامج, يعني احنا مش operators, احنا مش مشغلي برامج او سواقين برامج, احنا مهندسين. فانت لازم يكون كل ده بغرض انك بتبص بنظرتك وبتقيم الحاجة اللي قدامك, فاهمين قصدي؟ طيب, فبنقيم النتائج اللي طلعت لنا الاوتوماتيك دي, بنقيمها بصور الاقمار الصناعيه, بنقارنها بالخرائط الطبوغرافيه لو في خرائط طبوغرافيه دقتها كويسه, فبنشوف الخرائط خطوط الكونتور عليها مرسومه ازاي, هل في اي اوبستكل بيحول مسار الميه ولا لا, هل في اي فيتشر اوفر جراوند مي تشينج الباث بتاع الستريم بتاع الميه, وهكذا. ماشي, طيب, فالجزء الاولاني اللي هو الاوتوماتيك ديلينيشن, خلينا نتكلم على البرنامج اللي معانا اللي هو الارك جي اس 10.1, وممكن نسجل كذا حاجه تانية يعني لو ايه لو الوقت يسمح ان شاء الله. هو بس مهم عشان تبدا تشتغل يا شباب في البرنامج ده, انك انت يكون الستايل بتاعك فريندلي مع البرنامج. يعني الارك جي اس ده لما بتسيف الفايل بتاعه بتلاقيه دوت ام اكس دي, ده ماب دوكيمنت, عباره عن ان هو ماب او فايل اكسكيوتابل جواه شويه لايرز في التيبل اوف كونتنت, وهو معاه الادرس ده, يعني هو جواه عناوين. فلما بيجي يفتح بيروح يكول العناوين المختلفه من الاماكن المختلفه. عكس الاوتوكاد هتلاقي معظم الحاجات اللي فيه, مش كله لان ممكن انت برضه تعمل اكس ريف لحاجه من بره, بس هتلاقي معظم الوقت الكاد ممكن تحط حاجاته جواه وكله يبقى فايل واحد. يعني ابعت لك فايل واحد جواه كل حاجه, لكن لو انا خدت الماب ده الفايل ده بعته لك مش هيبقى جواه كل حاجه, هو جواه الادرسز. ممكن عشان يبقى فايل واحد جواه كل حاجه بنعمل حاجه تانية اسمها ماب باكج, مش هي دي دلوقتي اللي احنا بنعملها. فهو لما بيجي كل الباثز المختلفه او الدايركتوريز المختلفه, محتاج ان انت تكون فريندلي معاه في التسميه بتاعت الحاجات. يعني دايما عايزين يكون شورت باث قدر الامكان على البارتيشن, مشروع اسمه بروجكت, فايل اسمه جي اس, ويفضل ما يكونش فيه سبيس. يعني ما تعملش اي سبيس جراديويشن سبيس بروجكت. السبيس دي لو هو بيقراها هي بترانسليت كلغه الكمبيوتر بيفهمها حسب اللغه اللي الكمبيوتر بيتعامل بيها لكذا حاجه. فالسبيس ليها كود مختلف عن السبيس في مثلا في لغه برمجه تانية وهكذا. فدايما حاول استخدم يا اما هايفن يا اما اندرسكور, ودايما استخدم الاندرسكور. يعني خليك دايما فريندلي, ما تسميش فايلات, يعني الفايل الواحد ما يكونش اكتر تقريبا من 10 حروف. يعني مش لازم تكتب مثلا بروجكتد راستر فروم ديم, لا اكتب ديم دي اي ام بي ار جي. انت خلاص انت حتى بينك وبين نفسك بعد كده ان شاء الله هتبقى فاهم ان انت دايما اي مشروع بتسميه بحاجات معينه, انت عارف ان الفايل ده هو ده وهكذا, فاهمين قصدي؟ فهنبدا اول حاجه هتلاقيني ان انا عملت هنا كده في الجي اس, هتلاقي في على الـ على الـ على البارتيشن الاساسي بتاعي اللي هو السي ده, انا عملت فايل سميته بروجكت, والفايل اسمه بروجكت ده سميته جي اي اس, جواه فولدر اسمه جي اي اس. حطيت فيه السورس بتاع الديم اللي هو في الحاله بتاعتكم ده كوبرنيكس. كوبرنيكس ده احد المصادر بتاعت يعني الديجيتال تيرين موديل, مش ديجيتال اليفيشن موديل, لان هو بيبقى شايف التيرين, شايف المباني من فوق او كده, وطبعا ده مش بيبقى دايما انسب حاجه لو هتعمل ديلينيشن,
لو هتعمل دلينيشن بيكون انسب حاجه انك تستخدم ديجيتال اليفيشن موديل، اللي هو بيكون شايف البير ترين او الارض الاساسيه من غير المباني، عشان ما يحصلش بس ديفيوجن او ديستراكشن للمسارات بتاعه الاوديه بدلاله المباني. فاهمين قصدي يا شباب؟ بس anyways احنا هنستخدم ده وخلاص. فعايز اول حاجه ان انا بريزرف لينكج او اعمل لينكج ما بيني وما بين ده. فممكن اقوم جاي هنا كده رايت كليك واقول له كونكت تو فولدر. انا عايز اكونكت لايه؟ عايز اكونكت لل ذس بي سي. المفروض هنا في حاجه اسمها بي سي، او خليني اخد الفايل ده كده مثلا، ممكن كوبي، ممكن اخد الباث ده على طول كده كوبي واقول له اوكي. هتلاقيه ينزل لي هنا كده، هو ما كانش شايف. انا بقول له كونكت بالباث ده، فهو بقى شايف الباث ده. شايفين؟ ادوس كده هو شايف جي اس، شايف الايه الفايل ده. وممكن ادراج اند دروب ده كده، او ممكن اقول له اد داتا من هنا كنترول في، راح لي للمكان اللي جوه جي اس وايه وعمل اد. طيب هنا هيبيلد بيراميدز وحاجات ليها علاقه بالفيجواليزيشن مش مهمه دلوقتي، المهم انها نزلت لي وهي الريزوليوشن بتاعها مكتوب ان ديجريز، لان هي لسه مش مسقطه. السبيشال ريفرنس بتاعها هو دبليو جي اس وورلد جيوغرافيك سيستم، ما هوش معمول له بروجكشن على خريطه تبقى بلانر يو تي ام يونيفرسال ترانسفيرس ميركاتور او اي تي ام ايجيبشن ترانسفيرس ميركاتور او ايا كان. فاحنا اول حاجه المفروض ان احنا نعملها ان احنا نعمل دي ايه بروجكت. فهتيجي من حاجه من اتنين، يا اما هتيجي في السيرش، ولو انت مش عارف تكتب مثلا بروجكت راستر لو انت مش فاكر الاوامر يعني، او انك انت تروح تجيبها منين؟ من الارك تول بوكس بتاعها. لو انت فاكر مثلا المسار بتاعها، المسار بتاعها تلاقيها مثلا في داتا مانجمنت تولز، هتلاقي في حاجه اسمها بروجكشنز اند ترانسفورميشنز في راستر، هتلاقي في حاجه اسمها هنا المفروض بروجكت راستر، سواء كده او كده. هو حتى في السيرش هتلاقيه كاتب لك الباث بتاعها فين، يعني هو كاتب لك هنا ان ده تبع بروجكشنز اند ترانسفورميشنز وبعدين راستر بروجكت راستر. anyways الاثنين مش يعني مش فارقه، المهم انك انت توصل للحاجه دي. فانت هتعمل لها بروجكشن وهنحطها برده في نفس الباث اللي احنا قلنا ايه ان هو بالنسبه لنا ده شورت باث وفريندلي بالنسبه لنا وصالح ان احنا ايه نشتغل عليه يعني من غير ما يحصل مشاكل. ممكن اسميها ديم بروجكتد، ومش هطول في الكلام زي ما قلت لكم. واجي اختار الكوردينتس بتاعتي حاجة من اتنين، لو انت حافظ الشورت باث بتاع البروجكشن ممكن تكتبه على طول، يعني مثلا انا عارف باي براكتس ان هو مثلا الكود بتاعه 3 2 6 3 6 مثلا. لو انت مش عارف انت هتجيبه تدخل بقى في اليو تي ام نورثرن هيمسفير وهكذا لحد ما توصل له. خلاص انا عايزك تسكته يو تي ام 36، اوكي مش عايز اي ترانسفورميشنز حاليا. اخترت ده وده مش عايزه حاليا. طيب المفروض ان هو دلوقتي المفروض يعني ان هو بيبروسس. دوسنا اوكي ولا دوسنا كلوز؟ المفروض ان هو بيبروسس، بس هو بيبروسس في الباك جراوند يا شباب. ده برضو حاجه من الحاجات اللي هي مش هندسيه، بس عشان تبقى فريندلي يوزنج السوفت وير دي بتعمل باجات كتيره. يعني طول ما هو بيبروسس في الباك جراوند انفورشنتلي هو بيعمل مشاكل كتيره. فانت ممكن تيجي بس في الجيو بروسيسنج وتيجي في الجيو بروسيسنج اوبشنز وتيجي تلغي حاجه اسمها الباك جراوند بروسيسنج، حاجه بسيطه وممكن تكون انت شايفها فيري ماينور او تريفيال، بس هي ممكن تعمل لك باجات كتيره ما تبقاش عارف ايه السبب. بالنسبه لك هي مش هندسيه وممكن تكون ايلوجيكال كمان. طيب انا بفضل انك انت ممكن في ناس بتيجي بقى بعدها خلاص تدخل على الفيو فريم ذات نفسه اللي احنا بنظهر من خلاله الحاجات وبتختار الكوردينيت سيستم بتاعها المظبوط اللي هو ايه اللي احنا هنبقى شغالين عليه اللي هو ده كده. يبقى خلاص هو بيعرض من خلال اليو تي ام 36. وكمان لو اليونتس مش مظبوطه معاه ممكن نيجي هنا هنلاقي في حاجه ليها علاقه في الداتا فريم باليونتس في الجنرال هنخليها بالايه بالميترز. بس انا بفضل بقى حاجه ثانيه، ده برضو باي براكتس، ان انا لا ما بحبش كده، بحب اقوم عامل ايه، بحب اقوم جاي فاتح فايل جديد فاضي خالص واقوم واخد الفايل اللي انا بشتغل بيه ده كده دراج اند دروب واحطه فيه تمام واقفل الفايل. طب هل الحاجه اللي انا بقولها لك دي حاجه علميه هندسيه كده؟ لا، ده بس فريندلي يوزنج للسوفت وير عشان يبقى ستيبل قدر الامكان وما يحصلش مشاكل.
طيب فانا كنت بقول لكم يا شباب ان انا خدت الحاجه اللي هي مسقطه المظبوطه دي، ورحت هتاكد بس من اسقاطها، هي الاقي انها مكتوب انها WGS 84 هي مترك يونتس، انا كده مطمن انها ايه ان الدنيا تمام، وهي بقت 29 في 29 اللي هي تقريبا 30 في 30، ده دقه البيانات بتاعت الاس ار تي ام، وهلاقيه من نفسه بقى هو ايه هو قاريها بالميترز وكل حاجه مظبوطه تمام. يبقى ده كده فريندلي مش هندسي تمام. شويه حاجات تانية برضو ليك كمهندس عشان تشوف بعينيك فيرست استيميتس كويسه للبيانات، احنا بنشوف كويس بالفيجواليزيشن تمام، فعشان تفيجواليز الداتا كويس ممكن تيجي هنا في ويندوز ايمج اناليسز وتيجي تقول له ايه انا عايز ابقى شايف الدم ده كويس اتمشى فيه، مش لازم اعمل ديلينيشن واتاكد ان انا حصل لي المشكله اللي الدكتور بيقول عليها ان البوردرز مش مظبوطه، لا ده انا ممكن بعناية اعمل البروسيس دي او اوفر مجهود وقت ما انا ماشي يعني. فممكن اجي ادوس هنا في الايمج اناليسز على الدم واقول له ان انا عايز اعمل اشغل حاجه اسمها دي ار اي، ده كده بيابديت او بيريديستريبيوت الفاليوز بتاعه الدم كل ما بتزوم ان او اوت تمام، وهقول له انا عايز اختار كلر باليت مثلا بالشكل الفلاني عشان ابقى شايف العالي والواطي كويس، ودايما ثبت باليت معينه تبقى هي دايما اللي عينك بتبص عليها يا شباب عشان يبقى في اكوايرد تريننج لعينك انها بتشوف فين العالي وفين الواطي وكده، ودي كلها حاجات اساسيه ليك يعني ايه يعني 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 هايلايتس برده تاني وتالت مش هندسيه بس كومن يوزج ليك يعني. وخليها برضو ممكن بدل ما انا الاقي ان الحاجات بيكسلايزد وانا بزوم ان كده خليها انها تكون ايه، ممكن تدوس هنا كده تقول له خليه يعمل بس انتربوليشن بشكل ايه باي لينير، ابقى شايف اه ده وادي وده العالي وده الواطي، يبقى انا كده عيني جابت الموضوع. برضو في حاجه مضايقاني وانا شغال ان انا ما بسكرول اوت بيعمل العكس ما انا بعمله وهكذا، فلو انت مش عايز انك تعمل كده فهتلاقي ايه، هتلاقي هنا برضو في كاستمايز في ارك ماب اوبشنز، هتلاقي سوم هاو هنا هتلاقي في حاجه ليها علاقه بالسكرول يعني، ممكن نبقى ندور عليها عشان ما اطولش وقت ريكورد، بس هتلاقي في حاجه هنا ليها علاقه اهو زين ليها علاقه بالسكرول زوم ان وزوم اوت، شايفين اهو الماوس ويل. فانت برضو دي من الحاجات البسيطه بس ما تبقاش انت دايما ايه متزاول ومتضايق ايه وانا دخلت في البرنامج اللي انا بزوم فيه ان بضرب لخمه، ده كلها حاجات تساعدك وبسيطه ومش هندسيه خالص يعني. طب انا هعملها عشان هي مضايقاني دلوقتي تمام. طيب فاحنا بشكل مبدئي ده نظره اوليه، لو فرضنا ان الاوديه بتاعتي جايه من هنا ورايحه ناحيه منطقه شرم الشيخ، طالما في الخط الابيض ده كده وقلب يمين وشمال البراونش وبعد كده اخضر، معناه ان كان ايه كان ده الديفايدر كده صح، وده كده بيوطى، ده الاوديه بتروح الناحيه دي ودي اوديه رايحه عليا، يبقى الجزء ده بشكل عام ات سيمز ان هو مظبوط لو هي دي منطقه الدراسه، الا لو المنطقه دي كده الاوديه دي برضو محتاجه تكمل، فاهمين قصدي يا شباب؟ لو في هنا يعني الديفايدر ممكن يبقى في مشكله هنا كده، بس برضو كل ما انا بزوم ان شويه كده بيبدا يوضح لي الصوره شويه، لا ده الاوديه دي كده رايحه في الاتجاه ده، يبقى انا نوعا ما بشكل مبدئي مطمن ان المنطقه دي لو دي منطقه الدراسه يعني نوعا ما انا مطمن ان ايه ان انا مغطي بشكل مناسب. طبعا ما كانش بشكل مناسب هتضطر تروح تنزل مساحه اوسع وترجع تاني تعمل نفس البروسيسز البسيطه اللي احنا بنعملها دي. طيب انتم منزلين هنا اللي بيشتغل ده منزل تو اكستنشنز اللي هي الهيج جي اتش ام اس والارك هيدرو تول. الارك هيدرو تول هو اللي موجود في الارك برو، هو اللي موجود زيه في الكيو جي اس، هو اللي موجود زيه في الساجا وفي الجراس. الهيج جي اتش ام اس انا بحبه لان هو كويس لو انت بيجنر، هو مرتب لك الخطوات you cannot lose track، هو انت التراك قدامك يعني الخطوات بالترتيب، هتلاقيها غير هنا مثلا كده تلاقي نفسك انك بتدخل هنا بتعمل fill sync flow direction كل حاجه مش تحت بعضها، لا هنا انت مش هتعرف تغلط، لو حاولت تغلط مش هتعرف، هتلاقي هنا في البروسيسنج في الهيك جي اتش ام اس، ولو مش ظاهر فانت هتيجي هنا في الايه في التول بارز وتدوس هيك هو هيظهر لك. شفته انا لما دوست اتش شاف وقفله فين الاتش هنا، عموما هو ظهر تاني تمام، هتلاقيه موجود في القائمه دي. هدي في البروسيسنج هتعمل بقى من اول فيل سينكس لحد الاخر بالترتيب ده كده ماشي. لو انت الباثس بتاعتك زي ما انا بقول لك كده المفروض ان شاء الله مش هيحصل لك اي مشكله خالص، تبقى كلها كليكات، هحاول ناخدهم بسرعه، ولو في حد عنده مشكله بتعمل ايه الخطوه دي يقول، المفروض ان فيديوهات الدكتور كان مشروح فيها بالتفصيل الموضوع ده، بس احنا بس المشكلات اللي هي الـ 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 الغريبه دي. طيب هو هنا مش راضي لان هو عايز اعمل سيف، ففي الاول اعمل سيف للكلام ده، وهروح يعني اعمل دايما سيف في نفس الباث
لان هو later on لما يجي يسيف فايلات هو هيسيف من نفسه وهيكريت فولدرات وهو هيكريت جيو داتابيز من نفسه من غير ما انت تتعب نفسك انك تعمل اوتوماتيك طول ما هو اون تراك. يعني طول ما هو شايف ان الفايل بتاعك الام اكس دي جوه الفولدر المظبوط في الباث القصير هو شغال ما بيوقفش. تمام. فانا هتيجي في الاب يوتيليتيز هتلاقي فيه تشينج السيف باث وهتغير الباث ده بس كده. لا هو كذا اوبشن للفيكتور داتا وللراستر داتا. يعني في كذا اوبشن. انت عايز سيف الراستر داتا بتاعتك فين؟ طب عايز سيف الفيكتور داتا فين؟ اللي البوليجونز والبولي لاينز والحاجات دي. فانت بتختار له كل حاجه يسيفها فين. انا بنصحك لو انت شغال بالستايل اللي انا بعمله ده انت مش محتاج تبص على اي حاجه خالص. هو من نفسه شغال. انت مش هتشغل نفسك بان ده بيضرب فمحتاج تحطه في باث اقصر او ده محتاج يتحط في جيو داتابيز اللي هي الشيب فايلز والفيكتور فايلز وهكذا. يعني بالظبط اللي هو جيو داتابيز محتاج تعمله داتابيز عشان يتحط فيه. انت بقى لو شغال زي ما بقول لك كده هوبفولي مش هنحتاج. هو هيكريت من نفسه. طب ما تيجي نشوف. ما هو ده حصل ليه؟ لان غالبا الماب دوكيمنت ذات نفسه مختلف. شفت لما انا خدت الفايل حطيته في ماب دوكيمنت جديد واشتغلت عليه وهسيف عليه هو هيبدا يكسكيوت من النقطه دي. يعني هيبدا من الفايل ده يشوف مكانه فين يحس هو فين ويسيف كل حاجه اوتوماتيك جواه. فاهم قصدي؟ ما هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. احنا هنعمل سيف وهنكر ورا بعضه ان شاء الله هنشتغل ما يكسفناش. انا هاخد الباث القصير ده كده وهقول له سيف هنا. برضو هسمي الفايل اسم صغير يعني اسميه مثلا ايه بس. ماشي. اتاكد بقى من هنا ان هو موجود. انا عيني مش جايباه. جوه البروجكت جوه الجي اس. اهو متسيف. تمام. ماشي. ابدا بقى الخطوات اللي هي التكراريه بتاعتي دي. غالبا انا مش هعمل اي حاجه خالص. يعني حتى مش هحتاج ان انا ابص على اي حاجه. بص هو هنا كاريت جوه الجي اس من نفسه فولدر اسمه لايرز وحط جوه الراستر. هو بيحب يحط الراسترز جوه فولدر اسمه لاير مش جيو داتابيز. هو من نفسه انا مش هعمل اي حاجه خالص. اوكي. افضل ادوس اوكي اوكي من هنا ايه لحد ما يخلص. المفروض ان هو يبقى بيعمل فور جراوند بروسيسنج مش باك جراوند. فالمفروض ان هو ما كانش يعمل كده. فخلينا ايه نتاكد تاني ان احنا قافلين الباك جراوند بروسيسنج. اوكي. انا هسيف ده. معلش في خطوه ترويضيه للبرنامج المفروض ان انا اقفل وافتح تاني. ماشي. طبعا هو ليه اشتغل وليه ما كانش بيشتغل هي حاجه مضحكه. بس هو ما كانش شغال عشان كمان باك جراوند بروسيسنج. فهو بيكسكيوت البايثون كله مكتوب ده بلغه البايثون وهو بيكسكيوت محتاج ان هو يكون شايف باك فور جراوند بروسيسنج عشان في حاجه بقى اسمها بير اناليسيس مالناش دعوه بيها خالص. بس لازم يبقى شايف الواجهه قدامه عشان لما يكلمها يلاقيها. لازم تكون معروضه قدامه. حاجه مش بتاعتك خالص. بس خليك دايما بالستايل ده عشان توفر على نفسك ايرورز كتير قوي ممكن تقعد تعيد على حاجه مش لوجيكال. ما علينا. فيل سينكس فلو دايركشن بنحدد الاتجاهات. انا هدوس اوكي بس مش هدوس اي حاجه خالص. طبعا ده اسمه ده هتلاقي في البرامج المتطوره اللي هي الارك برو غيره هتلاقيه بيدي لك مش فلو دايركشن بس هتلاقيه بيدي لك حاجه اسمها فلو دايركشن الجوريزم او ميكانيزم. في حاجه اسمها دي 8 ده اللي هو ده شغال بيه اللي هو دي 8 ده اللي هو شايف السيل وحواليها 8 سيلز تاخد رقم بيعبر عن اتجاهها لايه. في حاجه غير الدي 8 في سيركلر دايركشن بيديها رقم بيعبر عن الزاويه. ده بدل ما هي تمشي يا اما 45 يا اما كده يا اما كده لا دي بتمشي بزوايا فكانها مور سموث. ملناش دعوه هو التراديشنال او الكلاسيكال مظبوط وكويس وزي الفل. هكمل زي ما انا. فلو اكيوميليشن عدد السيلز اللي بترمي عليها السيلز اللي في الاب ستريم بتاعتها. المفروض انتوا عارفين بقى الكلام ده من الدكتور شرحه في الفيديوهات.
فاحنا مجرد بس احنا بندوس كليكات دلوقتي. وبدأ يظهر بدأت تظهر كده يعني ايه، كل ما لونها يبقى اغمق او مور دارك ده كده معناه ان في عدد سيلز اكتر بترمي على السيل دي، يبقى هي ده الستريم بتاعي يعني، ده الدوميننت ستريم. ستريم ديفينيشن بشكل مبدئي، لو انت يا شباب حصل مثلا سيل في وادي العريش في مصر، ووادي العريش ده وادي ضخم جدا، فانت دلوقتي مهتم تدرس وادي العريش وتحدد الهيدروجراف بتاعه او تطلع الكيو بتاعته، هل انت مهتم تشوف كل الستريمز الصغيره اللي حواليه؟ لا، يبقى ساعتها انا وانا بشغل نفسي عشان ما بقاش هيزي او ما بقاش ديستراكتد، هكتب الستريم ديفينيشن ما تظهرليش وادي الا لو ما تبداش تظهر الستريم الا لو كان هو بيرمي على بدايته 100 كيلو، مش هيظهر لي غير 2 3 ستريمز بس في العريش كلها اللي هم ايه من ضمنهم وادي العريش 500 كيلو، فاهمين قصدي؟ لكن لو انا السكوب بتاعي ان انا بدرس بوردر صغير او منطقه صغيره مثلا مساحتها 3 4 فدان او غيره، فمحتاج اشوف الاوديه المتوسطه اللي بترمي عليه وادي مثلا 20 كيلو، وادي 10 كيلو، وادي 5 كيلو وهكذا، تمام؟ طيب فبتحتاج تكتب الستريم ديفينيشن بناء على كده بشكل مبدئي يعني. دي الطلعه الاولى، هنعيد لما نوصل للي احنا عايزينه زي ما الدكتور قال لكم. فالطلعه الاولى ممكن نكتب 5 كيلو، يعني نبدا يظهر لي ستريم لما يكون ايه، لما يبدا يظهر اول نقطه يبقى الاب ستريم بتاعها 5 كيلو، تمام؟ طب هل ده معناه ان لو في اوديه اقل من 5 كيلو مش هيظهرها؟ اه مش هيظهرها. طب هل الاوديه اللي اقل من 5 كيلو بتيجي منها خطوره؟ اه بتيجي منها خطوره، وبنستخدم لها احد الطرق اصلا المخصوصه للاوديه الصغيره. بس ده البصه الاولى، انا عايز اطلع الطلعه الاولى كده وابص على الاوديه الكبيره اللي في المشروع، الوادي اللي بيهاجم في وادي الحناصير، وادي العاط، عايز ابص على وادي عواجع، عايز ابص على الاوديه الرئيسيه اللي هي في شرم، وابدا اشوف بقى انا محتاج ايه، افاين تيون ولا هعمل ايه. ماشي، الطلعه الاولى بتاعتي ان انا خدت ايه وليكن 5 كيلو، هتلاقيه هو هنا ابديت نمبر اوف سيلز على حسب يعني، لو انا كتبت هنا النمبر اوف سيلز وهي ابديت الاريا وهكذا يعني. اوكي، هو ان شاء الله لو ماشيين بنفس الستايل ده مفروض ان هو ان شاء الله ما يطلعش مشاكل، ما يطلعش البجات اللي هي السخيفه دي، اللي هي يعني هي سخيفه، هي ممكن يكون بعض الاوقات ما لهاش تفسير يعني. ماشي، انا بس هدوس كنترول كده عشان يكولابس كل اللايرز، وادوس كنترول واقفل كل اللايرز، افتح بس بتاعه الاستريم واكمل. ستريم سيجمنتيشن ده بيبدا يطلع لك حاجه اسمها ستريم لينك، ده ستريم سيجمنتيشن ده بيبدا يفهم ان لو في ستريم كده وستريم كده اتقابلوا، فالستريم اللي بعدهم بياخذ او بياخد بيستقبل من الاثنين اللي في الاب ستريم بتوع، بيكونكت الستريم لاينز ببعض، تمام؟ طيب، وبعد كده كاتشمنت جريد ديلينيشن، نبدا بقى نطلع الكاتشمنت بتاعتنا كجريد. اللينك جريد ده اللي هو الستريم لينك، مجرد بس كان عايز نعرفه له، هو كان شايف ان هو اسمه لينك، انا اخترته بس مش اكتر. وبالمناسبة يا شباب احنا ممكن نعمل نفس الديلينيشن ده على الارك ماب من غير الارك هيدرو، بالتولز اصلا الموجودة في التول بوكس بتاعت السبيشال اناليست بتاعت الايه؟ بتاعت الارك ماب، بس ده مور بروفيشنال وكومنلي يوزد، وهيساعدنا بعد كده واحنا بنطلع اللونج سلو باث وبنجيب الكاركترستكس بتاعته. يمكن مش هتلاقي ده في الناحية التانية، هتوصل عند نقطة معينة، وعشان تعمل الكلام ده يا اما هتكتب كود يا اما هتضطر تستعمل كذا تول او كذا كوماند عشان توصل لنفس النتيجة. عشان كده دايما بنستخدم الارك هيدرو تول لان هو مور فريندلي معانا يعني. طيب، وصلنا لحد فين؟ ان هو طلعها كاتشمنت جريد راستر، عايزين نحولها بقى لبوليجون، الكاتشمنت بتاعتنا تبقى بوليجون. خدتوا بالكم بقى هنا بدا يعمل ايه؟ بدا يحط، طالما اتكلمنا بوليجون يحطها في ايه؟ في جي دي بي. شايف الجي دي بي اللي ظهرت دي يا باشمهندس؟ هو من نفسه حطها في الجيو داتا بيز، هو اللي مسميها بنفس اسم الفايل اللي انا مسيفه اللي هو بروجكت. فالجيو داتا بيز اسمه صغير ما فيهوش سبيسز يا هايفنز يا اما في اندرسكور كده، كله مع نفسه هو شغال مظبوط، عمال بيلقط من بعضه من غير ما انا ايه ابقى ترابد في نص في حته. اول ما تلاقي نفسك على فكره بتدور على حل وبيحصل ايرور وكده، يبقى في حاجه غلط بتحصل في البروسيس، فاهمين قصدي؟ اول ما تدور كتير اعرف ان في حاجه غلط. ممكن تكون الحاجه الغلط دي ان البرنامج مثلا 10.8 اللايسنس بتاعته اللي احنا مكركينها دي مش مظبوط، مش ستيبل، فلما بيجي يعمل فيل سينك مش هيعملها، هي ممكن تكون عمل له كراك
وحاطط سبيشال كونديشن جواه. ما بفتح بقى الكراك الاقي مكتوب سبيشال كونديشن ان هو مش هيعمل التاسك دي لحاجه اكبر من 10 كيلو. فطول ما انت بتدلينيه كاتشمنت اقل من 10 كيلو بيشتغل، اكبر من 10 كيلو انت بتلف حوالين نفسك. في حاجات احنا طبعا بنستخدم حاجات مكركه بلس الايه المشاكل النيتف بتاعه البرنامج، فلازم انت يعني ايه ده يوجوال براكتس مع نفسك، لازم تعرف المشكله فين وتحلها بسرعه عشان ندخل على الحته اللي احنا نهندسها اكتر من ان احنا ندوس كليكات. يعني المهم ربنا يوصلنا بالسلامه من غير ما نقابل الحاجات الغريبه دي. درينج لاين بروسيسنج، اعمل لي بقى درينج لاين من الـ من الـ من الاستريم لينك والاستريم ديفينيشن، وطلع لي طلعها لي كفيكتور لاير، طلعها لي كده بالمنظر ده يا درينج لاينز. وبعد كده ادجوينت الكاتشمنتس، الكاتشمنتس اللي بترمي على بعض دي اعمل لها ادجوينت ببعضها، ربطهم ببعض زي ما انت عملت ستريم لينك. طيب احنا كده عملنا adjoint catchment processing، ولحد هنا كده احنا ايه ممكن نقول الحمد لله على السلامه خلصنا الديلينيشن بشكل مبدئي. فاضل بقى ان احنا عايزين نحدد لو انا عندي بقى البوردرز، لو انا كان عندي فايل فيه البوردرز بتاعه المشروع ممكن اشوف حسب بقى دي ممكن هنرجع للدكتور فيها. لو انت عندك البوردر بتاعه المشروع وانت مهتم ان انت تعمل البروسيس بتاعه الفلاب بروتكشن والستورم درينج، فانت عايز تشوف الاوديه اللي جايه لك من بره، تعرف التصرفات واحجام الماء اللي جايه لها وتحط لها نظام الحمايه المناسب، وعايز الاوديه الداخليه تدرسها لوحدها وتعمل ستورم درينج، يعني انت تعمل فلاب بروتكشن للاوديه اللي جايه من بره وستورم درينج او تصريف حضري للي جوه. فساعات ده بيكون ايه التاسك بتاعتك انك انت تشوف البوردر بتاعت المشروع، ان كان بقى الاسوار الطرق الحدود الرئيسيه، وتشوف التصرفات بتاعت الماء اللي جايه لها عشان المناطق الداخليه الكاتشمنت والنو لونجر ران فريلي، مش هتبقى فري، هتبقى كنترولد، يا اما هنا في تشانل محدده وفي ستورم درينج سيستم بيرمي عليها وهكذا يعني. فاحنا بشكل مبدئي لو احنا عندنا البوردرز او الحدود الاساسيه بتاعه المشروع وطلعه اولى كده، هنبص على ايه مهتمين نشوف الحدود بتاعه المشروع ونحط عندها نقاط، نقول له حدد لنا عند النقاط دي الاوديه اللي بتؤثر عليها. تمام كده. فهنرجع تاني ننط على البرنامج اللي هو ايه مش الهيك جي اتش ام اس بقى. الهيك جي اتش ام اس ده كده لحد دلوقتي خلاص هو غششنا الخطوات التكراريه اللي ورا بعض. هرجع بقى ننط على البرنامج اللي هو الارك هيدرو تول واستعمل الحته القويه بتاعته اللي ايه اللي ليها علاقه بتحديد الاوديه عند النقاط اللي انا بختارها. يعني برضو هدوس هنا كده على الكروس ده كده علامه المالتيبيكيشن، ده باتش بوينت جنريشن، هو من نفسه هيكريت لير اسمها باتش بوينت، مسميها لازقه في بعض ما فيهاش اي سبيسز، قصيره ما فيهاش اي الدنيا كده زي الفل. انت اصلا ممكن تصغر كمان الاسم، تخليها مثلا بي بي، تخليها اصغر. تمام. انيويز هو مسميها كده عشان دي فريندلي بالنسبه له كويسه. هدوس اوكي، هو هتلاقيه هو راح كاريت لاير من نوع بوينت وخليها لك جاهزه انك انت تحط ايه تحط درينج اوتلت بوينتس. تمام. وليكن مثلا ان هي دي حدود المشروع، يعني انا مهتم ان انا اشوف الوادي اللي احنا كنا قلقانين فيه منه لما كنا بنتكلم مع دول، عايزين نشوف هنا كده هل الوادي ده ولا لا. انا بالغلط دوست، فممكن ادوس كلوز، انا مش عايز احط نقطه هنا. فالوادي ده لو تتبعناه هو ماشي كده، وليكن مثلا ايه ده اول ايه اول اوتلت للمشروع، دي نقطه انا اختار. حاول انك انت تكون فاتح الراستر، ما تكونش فاتح الدرينج لاينز كفيكتور، افتحها كراستر وحط النقطه على الراستر. تمام. عشان تقلل السناب، يعني انا مش عايز يطلع لي مشكله ان السناب يكون فيه مشكله ما فيسناب لنقطه ثانيه فيطلع لي وادي صغير عباره عن خليه واحده. حط النقطه على الاستريم ذات نفسه، وليكن هنا مثلا دي اول نقطه اسميها مثلا بوينت 1، هي نوعها اوتلت، هو فاهم انها اوتلت، يعني هو بيروح لورا ويشوف الحدود بتاعتها. لو عايز تكتب اي ديسكريبشن مثلا وادي العاط، وادي مش عارف الحنص، اكتب بقى اسم الوادي، مش محتاج تكتب حاجه، مش مشكله. سناب اون، ايوه اعمل سناب، فهو بيفهم ان هو بيسناب للستريم بتاعه. اوكي. للبوينت دي، وليكن فرضا ده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، ان انا نزلت اللاير بقى ثانيه بتاعت حدود المشروع اللي المفروض الدكتور بعتها لكم، الباوندري بتاعت المشروع، ولقيت ان هنا مثلا في شارع رئيسي اللي هو مثلا الطريق الدائري مثلا معدي من هنا، وده هيبقى بدايه السكوب بتاعي ان انا اعمل له حمايه. فدي اول نقطه تلاقي ما بين الاوديه المهاجمه وما بين حدود المشروع. اوكي. فاخترت دي اوت بوينت. لو بعده مثلا ما كانش معمول حمايه، فبعدها كان في بيوت مبنيه. بعد الطريق في بيوت مبنيه.
هندرسها برضو. محتاج ان انا ممكن اكسند الاوت ده لحد هنا، او ان انا ادرس الاوديه اللي في الداون ستريم دي لوحدها واشوف تاثيرها ايه على المباني اللي موجوده دي. فاهم قصدي؟ فاهمني؟ اه ممكن نضيف، بس هو باشمهندس ما ادانيش البيز ماب موجوده. طب خلينا نكمل كان مفيش بيز ماب. ما هو هو الفرق ان احنا ايه، هنجيب البيز ماب ونقول عند الطريقه هنحط نقطه. طب تعالى حط البيز ماب. طيب انا اختار كمان نقطتين كمان بس وخلاص، يعني عشان ايه ما نقعدش فيها كده مده كبيره اكتر من اللازم. بوينت 2 لو فتحت هنا كده الاتريبيوت تيبل ممكن ابدا الاقي ان كل اللي انا بكتبه بيظهر، يعني بدا يظهر لي بوينت. وتعال نحط بوينت ثالثه ونوقف على كده. طب انا اقول لكم حاجه ممكن تبقى ايه تساعدك في التفكير، طالما انتوا دماغكم شغاله كده ما شاء الله. شايفين الخطوط المستقيمه المستويه الموازيه لبعض دي؟ دي اول ما تشوفها بالنسبه لك بتدل على ايه؟ ها إيه؟ طب هي مش حقيقه، طب هي ممكن تكون ايه؟ ده ناتج من نواتج الفيل سينك، ان هو بدا يمهد الارض عشان يمشي ستريم. فالمنطقه دي غالبا بدات تبقى منطقه ايه؟ انا ما شفتش ولا بيز ماب ولا اي حاجه، واحتمال مش كبير ان انا اطلع غلط، بس احتمال كبير اطلع صح. المنطقه دي منطقه فلات، وهو بدا ان هو يمشي الستريم. فاهمين قصدي يا شباب؟ دي منطقه فلات، فبدا ان هو يمشي الستريم ايه بفلسفه معينه. لو استخدمت برنامج تاني او كور تاني او فيرجن تانيه، لا ممكن يخلي الخطوط دي مش كده. ممكن الخط ده، ولا نشاور هنا احسن، الخط ده يكون كده مثلا، ممكن يبقى كده حسب هو بيشغل سيل بيزد، بينتقل من خلايا لخليه بالكود بتاعه وبيجمعهم الونج الفلو باث. هو لقط ان الخليه دي اللي هيعالجها خليته يمشي يمين او شمال حسب الدي 8 بتاع الفلو دايركشن وهكذا. طب ايه ده، انا اختلف عندي، امال ايه الصح؟ لا انت لازم تبقى فري شويه. احنا دي مش مساله ماث، ولازم نطلع اكسبليسيت انسر او نتيجه نهائيه. فاهمين قصدي؟ احنا هنرجع نبص لها تاني كمانيوال ديلينيشن، هنبدا بقى نحدد المسارات المتخيله الفعليه بناء على نظرتنا لصور القمر الصناعي وتصورات كتيره تانيه. تمام؟ طيب فانا مثلا هحط ايه نقطه هنا كده، وكده كفايه بالنسبه لي. لكن بقى اول ما الاقي خطوط صفريه وافقيه او راسيه تماما، اعرف ان على طول ده ايه، ولا منطقه فلات ولا ده بحر. ده على طول بقى بحر. منطقه فيها سيلز او خط افقي تماما او راسي تماما، ده ايه 99% ده بحر او بحيره او نهر، يعني ايه. تمام. عشان طب افرض بقى كان اوشن. طيب خلاص احنا حتى الان كده احنا تمام وزي الفل. ماشي. حاجه بقى تانية، لو انا هعمل ديلينيشن لدول وبعدين قلت لا ده انا نسيت ازود النقطه دي، رحت مزود نقطه هنا مثلا، فالنقطه اللي هتزودها هنا دي هو هيضيفها لك على التيبل ده ويعمل لها ديلينيشن هي بس ويضيفها معاك، فتبقى على طول بيضيف لك على طول ايه فريندلي يوزنج الموضوع. طب كويس نجرب الاكسرسايز ده. بسميها هنا مثلا نو ستريم. تلاقي ان هي دي النقطة الوحيدة اللي في الديسكريبشن اللي كتب ايه؟ لو انا هتيك نوت عند النقطة دي لغرض ما، هنا سد، هنا ايا كان. تمام؟ طيب خلاص انا خلصت هنا، فاضل بقى ان انا اعمل ايه؟ هاجي في الووتر شيد بروسيسنج وهقول له باتش ووتر شيد ديلينيشن، اعملي بقى ديلينيشن لكل الباتش بوينتس دي. مش هحتاج اظبط حاجه سو فار. الحاجه اللي انت ممكن تظبطها
وممكن لا تبقى هي نال، هي دي سناب ستريم جريد، ممكن ده يكون فاضي، فبس قول له ايه، قول له سناب للستريم، سناب للستريم لي دي، ممكن احيانا تلاقيها مش موجود مش متعرفه، فبس قول له سناب لي دي عشان يفعل. واحنا بندوس كل باتش بوينت كان بيقول لك سناب واحد ولا زيرو، لو دوست له واحد هو هيسناب، هيسناب منين؟ من دي. تمام، هيكريت لي لير اسمها ووتر شيد، ووتر شيد بوينت انا مش هعدل اي حاجه خالص. وبالمناسبه هل هو هل هو هنا كاتب لي الباث اللي هيسايب فيه؟ لا، هو سايقني بقى، واخدني من ايدي وايه وماشي مع نفسه، وانا مطمن ان انا معرف كل حاجه مظبوط، انا هيطلع النتيجه كويسه ومظبوطه في الفايل بتاعها المظبوط في الجيو داتا بيز اللي متعرفها، كله زي الفل. تمام ان شاء الله، يعني لو ما ضربش. ايه رايكم في الـ في الـ في الـ في الـ خلينا نفتح برضو الاتريبيوتس بتاعتها. النقطة اللي احنا كنا حاطين فيها بوينت من غير ما يكون فيه حاجة دي، ايه اللي حصل عندها؟ ايه اللي حصل؟ هو النقطة دي اكتشوال يا شباب، هل النقطة دي ما بيرميش عليها اي حاجة خالص؟ زيرو احتمال، واحتمال يكون بيرمي عليها 2 3 سيلز اقل من الاستريم ديفينيشن بتاعي، صح؟ فلو انا حطيت اوت اوف نو وير خالص، فممكن بالمصادفه العشوائيه جدا اللي زي ما ايه الجماعه اللي بيقولوا ايه انها جايه من العدم، انك انت حظك يجي على الديفايدر اللي هو قبليه صفر وما يطلعلكش حاجه خالص، وممكن يحط في نقطه بيرمي عليها 2 3 سيلز من الفلو اكيوميليشن، فتبقى هي دي الحدود بتاعتك اللي هي في حالتنا. شايفين التوت الصغير ده الاريا بتاعته 0.00 مش عارف ايه، ده هو ده اللي طلع نتيجه ان احنا حطينا ايه معايا ولا مع الاسف؟ ماشي طيب، يبقى هي دي كده الاوديه بتاعتي اللي انا ايه اللي انا طلعتها من اللي هم ثلاث اوديه. بس ما حدش قال لي عايزين نروح نبص على الحته اللي احنا اتكلمنا فيها، في حته اللي الدكتور قال عليها فوق، ما حدش ليه كان مهتم؟ المفروض بقى انت يبقى عندك كيوريوزيتي للحاجات دي وما تنساهاش، تبقى في دماغك هي دي الحاجات اللي انت تبص عليها، هي دي اللي دماغك تروح لها. تمام، ايه اللي حصل هنا؟ شايفين دي كده معناها ايه؟ معناها ان في مشكلة، بس الحمد لله مش مشكلة كبيرة قوي. يعني هتلاقي انها محتاجة ايه زيادة حتة صغيرة، اللهم الا يعني لو حظك كان وحش ودي كانت حتة ضيقة وقبلها في 500 كيلو وادي يعني يعني ايه، في ناس كده بتبقى مرزقة يعني. ماشي؟ فاللونج سلو باث بالنسبه لنا وبشكل مبدئي من احد اكثر الطرق شيوعا، هو بنستخدمه عشان نجيب منه ايه؟ بدلالته بنجيب ايه؟ بنجيب التايم اوف كونسنتريشن، بنعرف الوقت اللي هياخده ابعد نقطه في الوادي عشان تطلع من ايه؟ وهنعرف بعد كده ايه اهميه ده، يعني ليه ده مهم اصلا؟ ليه مهم ان انا اعرف ابعد نقطه؟ عشان تبقى الكاتشمنت كلها ات سام تايم شغاله، كلها بتشير ات سيم تايم at the outlet at same time، فده يبقى الايه؟ يبقى ده الكريتيكال كيس بالنسبه لنا. ماشي طيب، فعشان نعمل كده هنعمل ايه؟ هنيجي يعني في الووتر شيد بروسيسنج وهندوس ايه؟ لونج فلو باث، هو برده هنا هو اللي سايقني، مش هعمل اي حاجه غير ان انا ادوس ايه اوكي، هو هيطلع لي المفروض اللونج فلو باث من الووتر شيدز دي. بعد ما هطلع اللونج فلو باث خليه هو يشتغل كده شويه. طيب اللونج فلو باث بتاعنا ده بقى، لو احنا خدنا فيه بروفايل طولي، يعني لو مسكناه كده ورسمنا له بروفايل طولي، المفروض ان هو بادئ من عند الجبل وخلصان من عند الايه؟ من عند تحت، صح؟ طيب هل هو لو الجبل حاجه بقى بالمنظر ده كده ورايح لحد الاوتلت، ماشي؟ هل التقريب المعقول او اللوجيك ان انا اقول ان هو الميل بتاعه، انا ليه بيهمني الميل بتاعه؟ انا يهمني طوله ويهمني الميل بتاعه، كل ما يبقى اطول كل ما الميه تاخد وقت اكتر عشان تخرج، كل ما يبقى ميله اكتر كل ما تاخد وقت اكتر ولا اقل؟ اقل، صح؟ فهل التقريب المقبول ان انا اقول لي خلاص يبقى من اعلى نقطه لاوطى نقطه ويبقى هو ده الميل بتاعه، ولا التقريب المقبول ان انا اقسمه سيجمنت صغيره واكامل عليها واحده 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 لحد ما اجيب الشكل، ولا ده هيبقى اكسبنسيف قوي في الكالكوليشنز فممكن اقسمه لسام سورت اوف سيجمنتس؟ انت بتقول ثلاثه عشان انت عارف هو مظبوط، اليوجوال براكتس ان انا بقسمه لايه؟
لثلاثة سيجمنتس، سيجمنت من أول النقطة النهائية وآخد أمشي 10% من الطول وأقول ده السيجمنت الأولانية، وبعدين أقوم أمشي من أول 10% لحد 85% وأقول دي السيجمنت الثانية، دي اللي هي مور ستيب. دي ستيب السيجمنت إز إيه؟ ذا فار أب ستريم سيجمنت، اللي هي دي اللي هي آخر إيه؟ 15%. يبقى أنا من أول هنا كده ده كده 100%، ومن عند النقطة دي كده دي 85%، وعند النقطة دي كده أنا إيه؟ 10%. ماشي؟ طيب، ولكل سيجمنت من دول محتاج بقى المنسوب بتاعها ومحتاج الطول بتاعها عشان أبدأ أحسب لها إيه؟ التايم كونسنتريشن للجزء ده لوحده وللجزء ده لوحده وللجزء ده لوحده، وأجمعهم يبقى جبت تايم كونسنتريشن إيه؟ مظبوط، بيعبر عن أكثر مشابهة للواقع. تمام؟ معايا؟ طيب، الخطوة دي هو من نفسه البرنامج أو هنا خلص اللونج سلو باث وطلعنا بشكل مظبوط. أنا أعمل حاجة كده بالنسبة لنا، ساعات بيبقى فيه زي شمس وكتابة عندك بيبقى فيه بج، دي عبارة عن إيه؟ هو هنا شكل لسه شغال، شايفين هو هنا كان قايل لي إن أنا سكسسفول، أنا دي ممكن تفضل مدوهاني مثلا كتير، عمال بحاول أدوس على اللونج سلو باث ومش عارف أدوس، وأتاري فيه ويندو طلعت لي هنا كده أنا مش شايفها تحت، مكتوب فيها ان انا لازم ادوس اوكي يا عم عشان هو يبقى ايه يسمح لي ان انا ارجع ايديت تاني. حاجات بسيطه كده رخمه ممكن ايه مالهاش لازم بس تضايق. ساعات الاتش ام اس لما بيشتغل بيشوف ان اتجاه اللونج سلو باث مش من الاب ستريم للداون ستريم، بيشوفوا العكس، بيفهموا العكس. فلو عملت لونج سلو باث عملت منه سلوب 10 85 بيعمله بالعكس، بيمشي 15% من تحت 75 10. طب تتاكد من ده ازاي كفيرست تشيك؟ يعني حاول اختار الستايل ده، مجرد ايه حاجه فيجوال ليك انت عشان تشوف ده في اسهم، فبتوريك انا كده مطمن ان السهم بيقول لي ان ايه المايه ماشيه في الاتجاه المظبوط ناحيه الاوتلت. فاهمين قصدي ولا ايه؟ تمام، انا هنا اطمنت، انا استريحت ان ايه. طب لو ما كانش كده بقى هتلاقينا قدام في الاتش ام اس ان هنا بنقول ان في حاجه اسمها في امر هنا اسمه فليب، ممكن تدوس فليب لاين، هنا في فليب لاين بيقلب لك اللاين، هو يقلبه زي ما في الاوتوكاد كده في حاجه اسمها ريفرس، يريفرس اللاين عشان لما نيجي نعمل عليه فيرذر سبيشال اناليست اناليسز ايه يقرا ال 10 85 مظبوطه. طيب خلاص، يبقى انا اللاين ده عايز اطلع له الاسلوب 10 85، فاجي اقول له ايه تعالى من الفلو باث بارامتر، البارامترز بتاعت الفلو باث، وطلع لي منها البارامترز فور 2 دي لاين، وخد البعد الثالث من الدم اهو. في ناس بتاخد البعد الثالث الرو دم بتاعهم، هو خلاص هو ياخد اللونج سلو باث هو اللاير دي، وياخد اللاير اسمها سلوب 10 85 بوينت هتطلع لك جاهز، وهو هياخد الرو دم بتاعه وبيقول لك اخد انهي. ففي ناس مدرسه بتقول لك خد الدم بتاعتك هي الهيدرولوجيك دم اللي هو الفيل، وفي ناس تقول لك خده الدم بروجكتد. لو انت خدت الفيلد، فلو جيت عند النقطة اللي على بعد 15% من النهاية اللي هي ال 85 دي وكانت عمل لها فيلنج هيبقى منسوبها مش مظبوط قوي. فاهمين قصدي؟ في حين انك لو خدت الرودم هيديك ايه؟ رقم مظبوط اكتر. Anyways احنا هنعمل سواء ده او ده، ممكن الاتنين يكونوا زي بعض مفيش فرق خالص، وممكن يكون في فروقات بسيطة، وفي الاخر انت كمهندس لازم هترجع تبص على الارقام. يعني هنرجع نعمل ايه؟ ناخد الكلام ده على الاكسل ونشوف والله هل الارقام كده دي لما احولها البرسنتج، هل بدايات الاوديه مدياني ارقام في حدود 6-7%، منتصفات الاوديه مدياني 5-2-3%، نهايات الاوديه عند الالوفيال فان اللي في الداون ستريم مدياني 0.5%، فده مظبوط ولا في حاجه معكوسه نتيجه ان هو عمل فيلنج بقى الجزء الاولاني كانه فلات ستيب وبعد كده فلات تاني. هنبدا نبص على الداتا، هنفيجوالايز الداتا ونبص عليها بعينينا. ماشي؟ فانا هنا وليكن هختار الفيل وهرجع اري باك او ريفايز او اري فيزيت الايه النتائج وابص عليها. مجرد بس هنا يا شباب هو قال لك انت مش معرف لي زد يونت، تمام، وحط لي اللاير بتاعه الاستوب 10 85 هتلاقيه اضاف نقاط كده، مجموعه نقاط. النقطة دي المفروض انها على بعد 15% من الاب ستريم، ومن هنا لهنا ده اللي هو 75%، ومن هنا لهنا هو الايه الجزء اللي فاضل.
ماشي، لو انت اوبسيسد شويه يعني هو 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 قاس صح ولا لا، ممكن بشكل مبدئي كده ايه تقيس الطول ده، طلع مثلا ده 5 كيلو يبقى اه ده لازم يكون اكتر منه، لان ده 15% من الايه. انت بس لو عايز يطمئن قلبك يعني للنقطه دي، ده 8 كيلو شايفين، فده اطول من ده يبقى ده 15 وده الايه كده. انا متاكد تمام ان هو كل حاجه مظبوطه وكله زي الفل. طيب فهي الطريقه بتاعت الاستوب 10 85 دي يا شباب كونت لي لاير اللي هي بوينت لاير موجود فيها الهايدرو اي دي والدرين اي دي، عمال بيفهم نفسه كل بوينت الاليفيشن بتاعها ايه. بس مش هو ده اللي يهمني قوي، يهمني لو فتحت اللاير بتاعت اللونجست فلو باث هلاقي ان هو عمل اكستنشن، اضاف لي شويه حاجات ما كانتش موجوده، كل ده اضاف شايفين، اضاف لي حاجه اسمها اليفيشن 85، اليفيشن 10، اليفيشن داون ستريم، اليفيشن اب ستريم، وشويه حاجات تانية كتير. ماشي طيب برضو كنصيحه انا، خد اللاير بتاعت اللونج سلو باث بالوضع الحالي بتاعها وصدرها في فولدر جديد ليك عشان تشتغل عليها، تعمل اديت عليها، تشيل خانه، تحط خانه، تغير في ممكن تغير في الرقم، تلاقي الاليفيشن اب ده مش مظبوط فتاخده من ايه من سيل جنبه، يعني ممكن تكون السيل دي على منطقه عاليه شويه لكن السيل الحقيقيه اوطى منها بشويه، وده مش دايما المفروض يحصل، بس ده ممكن يكون غلطه يعني هو بيجيب الاليفيشن بتاعت البوينت او بيقاد الاليفيشن بتاعها، فانت لما تريفيزت تعدل في النقطه دي بس وهكذا. فلو عدلت في دي من اللاير دي بعض الاحيان بعض المرات ممكن يضرب لك اللاير بتاعت اللونج سلو باث خالص، وتيجي تقفل وتفتح تلاقيه بيحاول يعمل لها لود كاتب لك عليها اكس، وتيجي تفتح يقول لك كوربتد هي بايظه، فاهمين قصدي؟ فلو هتعمل اي حاجه بايدك سيفها بقى، خدها بره زي ما احنا قلنا كده، لو انت عايز تزود الووتر شيد خدها بره والعب فيها براحتك، وخلي الكور بتاعك الشغال اوتوميتد ده مع بعضه لوحده، دو نوت ميس اوت البروسيس اللي انت الاوتوماتيك دي. تمام طيب برضو حاجه از سايد نوت، الدوميننت بتاعنا ان احنا بنستخدم الاسلوب 10 85 كميثود، لكن في بعض الاحيان في بعض الاوديه بتكون مش اللونج سلوب باث هو المعبر الاساسي عن الموضوع بتاع الترافل تايم او التايم اوف كونسنتريشن، ممكن تكون الاوديه بدل ما هي جبال تكون زي تلال او حاجه اللي هي القمم كلها مسطحه والوادي بس هو اللي محفور، ده ممكن يبقى في مطروح، موجود كتير قوي في مطروح، يعني سينا هتلاقيها كلها شارب بريدجز كلها شارب كده، فهي 10 85 تمام. فبنستخدم الطريقه دي، وبنستخدم بعد كده طريقه لحساب التايم اوف كونسنتريشن كلكم عارفينها اسمها ايه كيربتش تمام. لكن في بعض الطرق الثانيه بيقول لك لا ده انت ممكن تحاول او يفترض انك تستخدم طريقه ثانيه بتشوف السلوب بتاع الوادي كله، يعني عايز اشوف مش السلوب بتاع اللونج سلوب باث بس، ده انا عايز اشوف الافريج سلوب بتاع الاوديه كلها، لان ممكن يكون الباف بتاع اللونج سلوب باث هو طويل هو ستيب بس كل القمم العاليه دي كلها اصلا منبسطه جدا وبترمي عليه، فبتستخدم طريقه تانية وهكذا. ما عليكش الكلام ده خالص، بس عشان دماغك تبقى شغاله وفاهم ان احنا بنبص للاوديه بشكل عام، بنشوف طبيعتها، في حاجات كتير قوي بتبقى في دماغنا، انت عمال دلوقتي بتتغذى بالافكار، وده هينعكس بقى على البرفورمانس بتاعك او نظرتك كواحد هيدرولوجي انجينير ان شاء الله في المستقبل. لحد هنا المفروض ان احنا خلصنا البروسيس بتاعتنا، فممكن بعد كده ده يخضع للمراجعه، نبدا نعمل مراجعه للكلام ده بالساتلايت ديتا، كذا سورس من الساتلايت ديتا قديم وجديد، واللي جايب الصوره اورثوجونال واللي جايب الصوره مايله، ونراجع بالتوبوجرافيك مابس لو عندنا دقه اعلى او كده، ونبدا ندخل في النوع الثاني اللي احنا بنقول عليه اللي هو الايه المانيوال ديلينيشن. انا هوقف هنا، ولو حد عنده سؤال نتناقش تاني.